روفيت. ما بدك كل هالعصبية، محلولة إن شاء الله. هات الميات معك. عندك سيدي عندنا. يلا ما تاكل، عبي لها مي. يلا هات عمك، هات عمك. هلا هي كل القصة أبو حميد. دير بالك سيدي. ليش هي القصة قليلة سيد حسان؟ لك لا مالها قليلة، بس أنت معقدها زيادة. سيد حسان، أنا ما بقدر أقسم حالي اسمين بين الشام ومصر، أمي صفيانة بالشام لحالها. بهي معك حق، بس الموضوع بإيدك. كيف بإيدي؟ كيف بإيدي وقلبي بمصر؟ وأهلي وناسي وأحبابي وخلاني كلياتهم بالشام. بلتقى لحلى أبو حميد. أنا من رجعتي على مصر إذا بتسمح لي التقي بخطيبتك شوي، بركي بقدر بقنعها تيجي تعيش هون معك بالشام. ما رح تستفيد شيء. صار لي أكثر من سنة عم حاول أقنعها. عبس. أوف، ليش رافضة الفكرة؟ على أولى إنه أهلها وناسها بمصر. مظبوط. معها حق بهي. بتحبها؟ كثير. معناتها هي لازم نلاقي لها حل. كيف؟ انت لا تفكر فيها، اترك هذا الموضوع على الله ثم علي، انا بحل لك اياها. الله وايدك. روينا ابو حميد، عم نقول لك من هلا لنرجع لمصر بحل الحلال، شو بك؟ ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. روي. وكمان انت لا تكبرها كثير سيد محمد، خذ بنت شاميه وريح مخك. برافو عليك ابو يحيى، كمان هذا حلها. شو اخذ وحده شاميه؟ يا جماعه عم قلكم بحبها، بحبها. وكمان البنت الشامية راح تحبها. سأل مجرب ولا تسأل حكيم. الله عليك يا أبو يحيى، والله كلامك درر. لك يا الحارة، يا الحارة، شرفوا أسيادنا. شرفوا احكوا بشرونا. احكوا يا عمي احكوا، والله شرشونا. يرحم امواتكم تحكوا. خبرونا شو صار. كرمال الله احكوا شيء برد لنا قلبنا يا جماعه. كنوا اهدوا الله يرضى عليكم. شنو بصلاه الفجر حكينا معكم. نعم، ورح نعيد نفس الكلام. تيسروا انتم لاشغالكم واعمالكم واتركوا الامور على رب العالمين ثم علينا. يا رب. شرفوا يا سيدي. لا اله الا الله. لا، هي الحاله ما عاد ينسكت عنها بنوب يا شباب. الحمو ابن حمي، هي الحاله ما عاد ينسكت عنها بنوب يا شباب. يعني شو نعمل؟ شو بدنا نساوي؟ طولوا بالكم، طولوا بالكم، طولوا بالكم يا شباب، طولوا بالكم. بعد هيك بشوف التبيات. اه بتعرف لك حسن؟ شو؟ حاسس في إنا بالموضوع. شو قصدك يعني في إنا؟ يعني لهلا ما بين ضوء عن الزعيم أبو طالب. والله مزبوط كلامك يا بدر الدين، أقسم بالله ما عاد إلي نفس إني أشتغل. لا حول ولا قوة إلا بالله. والعمل يا أسيادنا؟ العمل؟ والله يا قاضي تعقدت السيرة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما في عنا غير اقتراح ممدوح أفندي، يرجع يطلب من قائد شرطة القدس الشريف التحري من جديد عن الموضوع. يا كان معقول نقدر نقعد لسه نستنى اكثر من هيك؟ يا اخي ما في حل ثاني يا شباب. مزبوط يا ابني، ما في حل ثاني بين ايدينا. الموضوع في لغز يا اخوان. لغز؟ يقول الغاز وسيار وحكايات، اسالني الي ولا هو. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. لا الله. وبعدين بتبلوا ريقكم بهالدمعه. العمر الطويل. صحتين وهنا. يسلموا. شريف. يسلموا. تفضل شيخي. ليها الصالحة يا أم حسن، عين الله عليها شو حلوة، فتلة راكزي هيك بتجن. بنات أبو طالب الله يردوا بالسلامة، كلهم راكزين وراتبين. أخ لفنا على الحكي، بس أنا قصدت صالحة. أخ لبتلين دماغها وتتجوز. الله يهدي باله ويصلحها يا حق. آمين يا رب. خطي مثل النقطة بالمصحف، محرم هي تضل بلا جواز وبلا خلفة.
الله يجعل من نصيب ابني حسن يا قادر يا كريم. يعني هي هلا وافقت على حدا؟ ما بتعرفي نصيب مين بتطلع. يا رب، هي تاني يوم ولا نعرف شي عن ابي ولا مين ورا هالسيره. يبعث لي حمى عليك، نحن قاعدين وعم نتصفن ببعض وانت ما بنعرف لا وينك ولا شو صاير فيك. شوفوا مين يا بنات. بإذن الله يا أختي، أبو طالب رح يرجع سالم مسلم وعن قريب إن شاء الله. إن شاء الله بتقبري قلبي. الله يسمع منك، الله يسمع منك. الله كريم يا أم طالب. أهلا وسهلا، تفضلي. شبنا ابو حميد، قلت لك روي، بمجرد ما رجعنا على مصر اول شغله رح حلها هي هي. قلت لك يا نقيب حسان، القصه كثير معقده. يا اخي معقده ولا مو معقده، تريك هذا الموضوع علي، انت لا بقى تفكر فيه. افرح بعبك سيد محمد، طالما سياده النقيب رح يتدخل بقصتك. يا سيدي الله يسمع منكم، واذا زبطت القصه الكل علي حلوان لا قبله ولا بعده. وعد؟ عيب عمي ابو يحيى. يلا يا رب. جاهز ابو يحيى؟ جاهز. شرفوا سيدي. تفضل استاذ محمد. شرف. يلا يا رب. ان شاء الله ما تطفي معنا بس. يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. وسهلا يا ابو حميد. بس طول بالك انت، ما في داعي تعطي القصه بعد اكثر من اللازم. تسمعوا هالسماعه، تسمعوا هالسماعه، تسمعوا هالسماعه يا جماعه. شوف يا ابو يحيى، لك الزعيم الطالب. شو بو احكي لك؟ شغله بتاخذ العقل. شو فيك؟ لك مخطوف. انتو الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. خير؟ شو القصة اللي سمعناها يا مريم؟ شفت يا حسان، شفت شو صار؟ يعني مزبوط انه عمي الطالب مخطوف؟ ايه نعم. طب شو القصة؟ شلون هيك صار؟ تفضلوا فوتوا، رح اخذ لكم الطريق. تفضل. يلا يلا. خالتي ام صابر عاوزتك شوي. خير خالتي؟ حسان وابنك محمد رجعوا من مصر وليكن على الباب. لك تقبري قلبي على هالخبرية، الله يطعمك زيارة النبي. بدي روح شوفه. أنا عم بقول أنتي خليكي وأنا بستأذن من النسوان يتضبضبوا لبين ما يفوتوا. هيك قلتك؟ إيه أحسن. أختي مصابي، شوفي شو القصة؟ مو ابني محمد يقبر قلبي، رجع من مصر هو وصهرنا حسان. إن شاء الله بيشكر. آسيا بتحبي على السلامة. بعد إذن الحاج.
حضرات، بس إذا في مجال الضبط بحالكم شوي لبين ما فوتن على أوضة. طب طب إن شاء الله جايتن تكون بشارة خير يا أبطال. يا رب يا رب الحمد لله. فشو بتقول أنت قبل فوز؟ إش كان هيك معك حق. لك يقبرني ربك شو محترم. ليش أنا بحبك؟ أكتر شيء زعزني أنه أنا وياك ما أنا من العضوات. فليش صباح الزفت يفوت يحكي مع مدير محطة الحجاز ومع قائد الشرطة وأنا أبلمعي وقف مسبول على البواب؟ عم تحكي درر يا أبو لمعي درر. أنا قلت لهم من الأول يا بفوتوا العضوات بيحكوا والرعية بتوقف برا يا كلياتنا منفوت. بس ليش صباح أفندي دحش مناخيره وفات مع العضوات ما كنت عارف؟ بيني وبينك إش كان عم يصير شي من قفى ظهري أبو الفوز احكيها. في ريحة يضم صباح أفندي العضوات الحارة. إيه لا مثل ما عم قلها معناتها الجماعة طابخينها سوا. هيك الظاهر. لك أنا أبلمعي اللي بحكي ما بلعي. ابن هي الحارة ابن عن جد هو ما صلوا مدي راجع البلد أنسب مني يكون عضو من العضوات. لا هاسلامتك يا أبو لمعي ولو إيه بس وحياتك يا أبو الفوز ما رأى أسكت عن هالسيرة بنوب بنوب بنوب. سلامتك يا أبو لمعي على سلامتك. زينو حاضر جاي مور أبو لمعي. الله يرضى عليك عملنا كاستين شاي اترك عشان واحدة إلي واحدة لعمك فوز. شو بلا بكبك يا عمل لك روح من لي كاستين شاي وصل دمنا لفوخي. شو اسمع كلمة صارك وروح جيب له كاستين شاي. أبو شاكر أنت خليك مرتاح وروح لشغلك ما دخلك. ايه انا مرتاح وعلى اخر بسط بس العطرة علي مشغول البال والفكر. سهري روح 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 جيب لي كافي شاي. لك الله يعذبك هالسهر لترتاح منه ومن شايته. ايه امين يا رب. هاي شرفوا الاكابر السيد حسان سهره للزعيم. السلام عليكم. وعليكم السلام. حدا منكم اللي فهمنا شو القصه مشان الله؟ معناتها وصلكم الخبر. طيب كيف وشلون صار هيك يا جماعة؟ مو هذا اللي حطوا عقولنا بكفوفنا يا ابن الحلال؟ عجبكم شو صار بزعيمنا بغيابكم يا أولاد الحلال؟ السلام عليكم يا رجال. عليكم السلام. ومن وقتها نحن ومشلوشين شلش والدنيا كلها بكبرها موسعانتنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. وين العضوات؟ بالديوان. طيب استناني راجع لك. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. رجعكم يا جماعة. الله معكم. يلا السلام عليكم. الله معكم. بركي على وشهم بيبين أبطالي. الله يسمع منك يا أبو شاكر. يا رب. زينو جيب له شاي. جيب له شاي لأبو الفوز. السلام عليكم يا جماعة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله السلام. سيد حسان وابننا محمد. الله السلام. أهلين محمد. عمي أبو راشد نحن جايين نفهم منكم شو صاير مع عمي أبو طالب بالضبط. ايه عجبكم على السيرة؟ طيب شو عملتوا؟ شو صرفتوا؟ والله يا ابني يا محمد ما لنا قاعدين وعم نعمل كل جهدنا واليوم من على بكرة الصبح أنا والشيخ بلال وصباح أفندي وطلال وكل أهالي الحارة عم نفكر بمخرج ولا تتعب. يا ريت تتركنا تروح لشغلك يا أبو لمعي. ايه ولك ابني ايه روح لشغلك الله يرضى عليك نحن قايمين بالواجب وزود. انا قلت لحالي بقدم لكم خدماتي. ولك نحن منكفي ومنوفي امروا على شغلك ما في داعي لكل يصنبع بالديوان ليك. ما في مشكله صباح افندي ما في مشكله. ايه تيسر على شغلك ولك ابني الله يرضى لي عليك بدنا نعرف نحكي. بس انا يا جماعه عمي الله يرضى عليك تيسر انت لشغلك وتركنا نتصرف. وليش انا بالذات شيخنا؟ ايه علينا لك حروق خلصت بقى ليك؟ لك وانت شو دخلك؟ عمان لك حروق رو؟ هلا قلبتوا كلكم مثل خالتي مرت ابي؟ ايه شو عليك؟ شو ها؟
نرجع بيكم رشوت. هذا اللي صار يا سيدي. ليش هذا صباح فندي حاطط نقره من نقري ما بعرف. وش كان مختار الحارة يلي بحل محل الزعيم اللي طلع؟ ايه مو مشكلة وبيمون على الرقبة شنو بمقام الزعيم، بس هو لا له عضو من العضوات ولا بيمون. ايش علي ما رح مرق له يا بنوب. ريانه يا بندورة. مرحبا بمرزوق. اهلين اهلين حبيبي نور عيوني. اهلين لك. وين المشكله اذا صرت من عضوات الحاره؟ مزبوط صار لي فتره عايش بلبنان، بس انت بتعرف كل اهل الحاره بيعرفوا انه انا ابن هي الحاره، وصباح افندي ما صلوا بالقصر غير امبارح العصر. روق ابو لمعي، روق روق. شو عليه بيفتل هالدولاب وصير عضو من العضوات؟ ماشي الحال. ايه بيفتل، ولا بد ما يوم تحقق اللي بدك اياه حبيبي. خاطرة. مع السلامة. ريانة يا بندورة، ريانة يا بندورة. يا أهلا يا أهلا بالنقيب حسان وصحبه الكرام. أهلا أهلا أهلا. سلامات، تفضلوا شرفوا تفضلوا. يزيدك شرف. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. بالحقيقة من رجعتي من مصر أنا والسيد محمد عرفنا بموضوع اختطاف عمي. بكل أسف. وإجينا لهون حتى نفهم بعض الأمور من سائق القطار. عسى الحديث اللي بده يصير بيناتنا هلا يوصلنا لاي طرف من اطراف الحقيقه وبتكون مشكور سلف. ولو يا نقيب حسان، انا بتمنى. عمك ابو طالب عزيز على الجميع. هذا من ذوقك يا عون يا فندي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا ابني. يرضى عليك، عيط لي لفؤاد افندي بسرعه. حاضر بسرعه. المهم عون يا فندي، صباح افندي. مو يعني اذا كنت جارك تستوطي حيطي؟ اسمع منيح، كل الحاره بتعرف انه انا ابن هي الحاره ابا عن جد. مزبوط كنت عايش بلبنان. ابو لمعي يرضى عليك، ما بدنا نعيد ونفتي بالقصه هي. انت اذا كنت عن جد ابن الحاره فانا اعتبارا من اليوم انا ابن الحاره، فتح عينك منيح. ليش؟ لانه الناس مقامات وهي لازم تفهمها منيح. ايوه مقامات. شو حبيبي، كلياتنا اولاد تسعه، ما حدا احسن من حدا. بعدين حاجه تتحش لي حالك بين العضوات، يعني سعرنا بسعرك. فالج لا تعالج لا تتعب. ابو لمعي يرضى لي عليك، انا مالي فاضي لك. يلا روح يا زينو. زينو حاضر، تعال عندي شوي. مري مري صباح افندي. يرضى عليك، جيب لي كاسة جاي عجمية وعلى كيفك وزوقك. مو على طرة نافوخي بتأمر. ايه تعال لك تعال. هي سمعتها جيت مثل البرق، بس نادي لك تنطريش ما انا بورجي. ابو لمعي زينو بيسمع للشندي، انت فرد لي كيسك بيسمعك على الحارك. لكن هذا الحكي لي سمعني يا زينو. لا بلا ابو لمعي، اتركني بدي روح اعمل شاي. روح والله لا يوفق. أبو مرزوق. أمر صباح أفندي أمر. يرضى عليك لا تنسى تبعت الخضرة اليوم على البيت. ليش؟ لأني عامل عزيمة كتير كبيرة، جايين ضيوف من أكابر الشارع. لكن اعتبر طلبك صار على راسي. يكسروا راسك أنت التاني. يلعن الساعة اللي ناسبناك فيها يا طبل. شو من أكابرية الشارع؟ تفضل سيادتك. تفضل يعطيك العافية. أهلا وسهلا. كيفك؟ طمني عنك. زين نقيب حسان. حياتي. الحمد لله على السلامة. الله يسلم عمرك يا رب. بعرفك صديقي محمد. تحياتي. أهلا وسهلا. أهلين سيد محمد. شرف وشرف وتفضل. زيدك شرف. شكرا. بالحقيقة سيادتي المقدرة، أنا جاي لعندك بموضوع سبق وحكيته مع مدير محطة الحجاز، وهلا جاي أعيده على حضرتك. تفضل يا نقيب حسان.
انت بتعرف الاسيات المقدمة انه هي البلد من وقت ما استقلت لهي اللحظة ما عرفت الاستقرار. شو بتقصد يا نقيب حسان؟ اللي بقصده يا سيادة المقدم انه كان لازم تبعتوا حماية ابنية مع موكب الحج، ولا انا غلطان؟ بهي معك حق. ولو بعتوا هي الحماية اكيد ما كان صار اللي صار. انا بدوري رح انقل هي الملاحظة للسيد المحافظ للعمل فيها بالسنوات القادمة ان شاء الله يا نقيب حسان. اللي بدي اقوله يا سيادة المقدم، تفضل. كيف فينا نعرف مين ورا هالعملة؟ بصراحة نحن عملنا يلي علينا بالتنسيق مع قائد شرطة القدس الشريف، هو كمان بصراحة ما قصر يا نقيب حسان. بس نحن بيهمنا النتائج. لهلأ الموضوع غامض. من بعد إذنك بدي أطلب منك طلب. فيك ترجع تتواصل مع قائد شرطة القدس الشريف وتخليه يرجع يتحرر الموضوع من جديد؟ أي طبعاً طبعاً، هي شغلة سهلة يا نقيب حسان، الرجل كتير متعاون، وإذا اضطر الأمر يعني أنا بذات نفسي مستعد روح على القدس الشريف وتابع التحقيقات. طالما عم تقول إنه في تنسيق بيناتكم ما في داعي تروح لهنيك. بالحقيقة أنا لو ما كانت إجازتي قصيرة ومضطر أرجع لمصر كنت رحت على القدس الشريف تحققت بنفسي. لا ما في داعي يا نقيب حسان، أنت رجع على مصر ونحن هون رح نتابع التحقيقات. طبعاً سيادة المقدم ما في داعي ذكرك إنه عمي أبو طالب شخصية ما لها عادية أبداً. أكيد سيادة المقدم، صدقني إنه ما بيستاهل أي شيء من اللي عم يصير معه. هذا الشيء كلياتنا بنعرفه يا سيد محمد، ولعلمك وعلم النقيب حسان السيد المحافظ كان متابع التحقيقات بذات نفسه. مريم انا رح يفقع مخي، والله العظيم رح يفقع مخي. مين اللي بده يخطف ابوكي بهالشكله هي وليش؟ الله محمد رسول الله. أنا برأيي بدل هالحكي اللي ماله طعمة لازم نهدى ونصلي على النبي ونقعد نفكر مين ورا هالقصة. أي معك، لأنه متى ما نعرف مين ورا هالقصة ممكن نعرف وين مكان أبوكي. يلا ميمي شو وين القهوة؟ يلا يا عمو. مين كان نفسي يشرب قهوة؟ لهلأ ما طمنتوني يا جماعة، في خبر عن الزعيم أبو طالب ولا لا؟ مع الأسف يا أبو يحيى ما في أي خبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أبو حميد أنت قريب من عمي وإمام ابني، فبدي إياك تكون شديد وجاهز لأي احتمال. لا تحكي لعمي، قلبك قوي بإذن الله. السيد محمد بيعجبك نقيب حسان، عقله كبير وراجح. بس هذا الحكي اللي بدنا نحكيه هلا بده يضل بيناتنا. أكيد. أنا عم أقول كتحليل بس إنه وارد يكونوا الخاطفين رايحين على القدس الشريف بس مشان الدموي. يا لطيف. يعني ممكن يكونوا خطفوه بالقدس الشريف وجابوه لهون عشان. كمل. يعني بالمشرمحي ممكن يكونوا طاعنينه وقاتلينه لا سمح الله. يا لطيف. وليش لحتى يقتلوه؟ قلت لك لازم يكون قلبك قوي وجاهز لأي احتمال. طيب انت ليش عم تحط هذا الاحتمال بالذات؟ لانه اللي سمعناه من مدير محطة الحجاز ومن سائق القطار ايه؟ وحتى اللي سمعناه من قائد شرطة دمشق، كل هدول المعلومات بتأكد انه الخاطفين قاموا بخطة محترفة جدا. يا لطيف. والمغزى؟ المغزى يا ابو حميد انه عملية الاختطاف هي ابدا ما لضربت صحابها. طيب هنن ليش خطفوه؟ شو السبب؟ هلا شو المصلحة ما بعرف، بس وارد يكون مشان المال، مشان السلطة والجاه. انتوا أدرى بمطامع الناس بعمي أبو طالب. حسبنا الله ونعم الوكيل من القصة العجيبة الغريبة. كرامي سيدي. من عيوني. حاضر. بأمرك سيدي، بتأمر. احترام. خير يا أبي. سيدي في شخص من طرف لمعات خانو عم يطلب يقابلها. الله لا يوفقك، الله يخرب بيتك وتاركه يستنى لحاله. يا سيدي قلت لحالي بجيب سلك بالاول، لانه معلومك ممنوع زياره الرجال لسجن النسوان. ولك يا بني ادم
هذا القانون ما بيتطبق لا على لمعات خانم ولا على ضيوف لمعات خانم، فهمت؟ هلا بتروح بتأهل وبتسهل فيه وبتجيبه لعندي. هوا لك يلا لك يا عالم يا أمم، شو هاللمعات خانم؟ لك شو هالحلاوة هي؟ آخ لو كل المساجين بيجوا لعندي لهون مثل لمعات خانم. أهلا وسهلا أهلا وسهلا، شرفت شرفت. أزيدك شرف معلم. ماني من أودي عليك سؤال، شو بتكن لك الخانوم؟ لا تسأل. أيوة تحت أمرك أنا. تفضل تفضل تفضل. يا حبيبتي يا سنة، لوقتها ما رح نختلف على اسم المولود أو المولود. لك لأني بعرفك عنيد وبدك كل شيء على كيفك بهالبيت. أنا؟ لا لك أنا. تفضلي تفضلي. يسلم. طيب معناتها كرمال هيك رح أقول اقتراحي، إذا أجا المولود صبي بسميه أنا، وإذا أجت بنت بتسميها أنت. إيه موافقة. كيفك يا درية؟ بصراحة ما رح أخبي عليكم يا دكتور، وكمان أنت يا خانم. خير شوفي قولي. ما بعرف ليش دائما خايفة ومرعوبة. أنا صرت أقول لك 100 مرة يا درية، انسي هالموضوع اللي مخوفك، بحال لا سمح الله صار معك أي شيء، أنا وسميرة رح نوقف معك. أنت صرتي وحدة منا وفينا. وحتى إذا صار وإجا نصيبك رح نجوزك هون عنا بالبيت كمان. لا شو هالحكي؟ أنا ما بدي أتجوز أصلاً، مو معقول يعني. وليش بقى مو معقول؟ البيت كبير هي أولاً، وثانياً أنا وسميرة تعودنا عليكي. والله أنا ما فيني أقعد بلايكي ولا يوم. الله يخلي لي إياكم يا رب وما يحرمني منكم. يلا عادي وكلي معنا. لا أيو قالت لك الخانوم عادي وكلي معنا. يلا مو حلوة يا خانوم. لا حلوة، قلت لك عادي وكلي معنا، انت صرتي وحدة منا وفينا. طبعا يا درية انت منا وفينا عادي. حاضر يلا بسم الله. عليكم مساء النور. يلا يلا. تعرف شو مجنني لك حسان؟ شو؟ انه الزعيم ابو طالب من يوم يومه مفضل علينا، وقت اجى اليوم اللي نساعده فيه قاعدين هيك مكتفين ايدينا مو طالع بايدنا نعمل شيء. لك انا اللي مجنني المعلم طلال. طلال؟ شو بو طلال؟ لانه ساكت وما عم يعمل شيء. لا يا حسن هي ما حبيتها منك بنوم. طلال الله يعينه الزعيم ابو طالب ترك له وراه حمل اجبال ما بتحمله، شو طالع بايده يعمل؟ اللي شو طالع؟ قوم امشي معي. لوين؟ لعند المعلم طلال. ليه؟ بدي اقول له انه نحن معك على الحلوه والمره، وبدي اقول له انه نحن بنفدي الزعيم ابو طالب برواحنا. ايه ها يسلم لي ربا، هذا الحكي اللي بينسمع. شرف روح شرف. يا سيدي الحقوني الحقوني يا سيدي، بوسي ايديكم وشرف خبوني. خير شو بك؟ شو في؟ نسيب ابو طالب اللي بيشتغل بالعسكر هو وابن جيرانه واقفين على الباب. شو يعني؟ شو بون يعني؟ ما فهمت. قصدك نقيب حسان؟ ايه هو بعينه. شو فيها؟ درية نقيب حسان صديق من روح للروح؟ اكيد بيكونوا عارفانين اني متخبي عندكم يا دكتور، وجايين كرمال ياخذوني على الحبس. شنو بيكونوا مفكرين اني كنت متامره مع اختي الله يرحمها. لك يا درية لا النقيب حسان ولا غيره بيعرف انك موجودة عندنا هون بالبيت. عم قلك جاي معه ابن حارته ابن ام صابر وشكله ناويين على الفاينة. لك يا درية عم قلك اهدي وكني، انت مالك علاقة بالشي اللي عملته اختك، خلص اهدي بقى. ربي يجبر بخاطرك يا دكتور. خلص بقى شيلوا الاكل خليه يفتح للجماعة. يلا عسل يا الحسان. بسرعة بسرعة. يا ميت اهلا وسهلا. بالمهل يا دكتور عصام. امتى جات من مصر؟ والله اليوم. الحمد لله على سلامتك. الله يسلم عمرك يا رب. شفت ابو حميد من الاسكندريه قام جبته معي. الحمد لله على سلامتكم. كيفك ابو حميد؟ الحمد لله. كيفك دكتور؟ الحمد لله ماشي الحال. والله فرحت كثير بزيارتكم. نحن بنفرح فيك بالاكثر. لك ما يكون نايم. لك لا شو نايم؟ يلا يلا. عليكم. هذا انتو؟ ايه نحن عمي طلال. نحن يعني والله ما حلوة لسه قاعدين هيك وما نعرفانين وين أراضي الزعيم. مزبوط كلام بدر الدين، مو حلوة مو حلوة بنوب عمي طلال. يعني برأيك انت وياه انه انا قاعد مرتاح؟ لك انا حاسس حالي روحي لحطق لح تفقع مرارتي ورحمة الأولية والصالحين اني رح موت. انا بس لو اعرف وينو عمي الطالب، لو اعرف وين أراضيه إن شاء الله يكون بصابع أرض لحد روحي ودمي على كفي وروح جيبه. لا توخزوني يا رجال، أخذني الحديث
فوتوا فوتوا خلينا نكمل حديث جوا ونشوف حل هالسيرة. تفضلوا. الحمد لله على السلامة يا معاد خانو. تركينا لحالنا سكينة. ايه بأمرك يا خانو. عود. صحيح الشيء اللي سمعته عن مراد أغا ولا لا؟ شو سمعتي يا خانو؟ إنه قتل ابنه اللي جايبه من خدامة كان تشتغل عنده. مزبوط يا خانو. المهم بتجيب لي حلمي وعدلي من تحت الأرض. حلمي وعدلي مو بالحارة يا خانو. وينه؟ ما بعرف. إذا بيكونوا تحت سابع أرض بتنكش الدنيا عليهم وبتجيب لي إياهم بسرعة. فهمت؟ فهمت. والحارة شو أخبارها؟ مو رايقة بنوب يا خانو. ليش؟ فهمنا إنه جماعة خاطفين أبو طالب هو راجع من الحج وأهالي الحارة قايمين القيامة عليه. أيوة. اسمع لقلك، ما بدي مخلوق أن يخلق يعرف أني أنا موجودة بالسجن أو عايشة. التحريات ماشية على قدم ساق، بس أنا قلت لحالي بجانب التحريات بنمشي على خط تاني كونك مساعد وزير الصحة. وأنا بالخدمة، والليلة رح خبر السيد الوزير بالموضوع. والله يا ريت يا دكتور، وإذا إجت الشغلة من السيد الوزير بصير الاهتمام أكبر. يا سيدي اليوم من وصلتي على الوزارة رح بلغ السيد الوزير. مشكور سلف. ولو أنا بالخدمة. كنت عم أقول لحالي دكتور عصام إذا بتبلشوا تسألوا بمشافي القدس الشريف وبعدها بمشافي سوريا كلياتها، يعني لحتى نقدر نحصر الموضوع، لحتى نتأكد إنه عمي أبو طالب مو موجود عنده. أعتبر الموضوع منتهي يا نقيب حسان، بتمنى ما تكون وصلت مع الخاطفين لدرجة القتل مثل ما عم تخمن. ونحن ما بنتمنى هالشيء، بس كلام السيد حسان محله. إن شاء الله بيصير خير. أنا بالإذن منكم. إذنك معك. هلا نحن مو عم نفاول على عمي أبو طالب؟ لا لا، قصة معنا هيك أبدا. لكن كيف جايين لعند الدكتور عصام؟ عم نطلب منه إنه يسأل عنه بمشافي القدس الشريف وبمشافي سوريا. مشان نقدر نحصر القصة، يعني في حال تأكدنا إنه عمي أبو طالب ماله موجود بالمشافي، بنصير نشتغل على خط تاني. أبو حميد، أنت لازم تثق فيني أكثر من هيك، لا تنسى إنه هذا عمي أبو مرتي ولو؟ ما أعرف هالحكي. بس ما بعرف ليه قلبي نائزني. ما في داعي نزل قلبك، ان شاء الله الامور رح تصير بخير كثير. على بركه الله. تفضل ابن عمي، اهلا وسهلا. تفضل حبيبتي. يا الله يا الله. السلام عليكم يا جماعه. ايه تقبرني. وعليكم السلام. طمني ميمي، شو صار معكم؟ لوين وصلتوا؟ ان شاء الله خير مرت عمي، ان شاء الله خير. احكي لي الله يرضى عليك، قدرتوا توصلوا لشيء؟ والله يا امي حسان ومحمد وكل اهالي الحاره مو مقصرين ابنه. ميمي حبيبتي انا بعرف هذا الشيء. تقبرني أنا قصدي، قدرتوا توصلوا لطرف الخيط اللي رح يوصلنا لما كان عمك أبو طالب؟ اي ما بعرف شو دي لك يا مرت عمي، بس بركي قبل رجعتي على مصر تظهر الحقيقة ونقدر نلاقي عمي. يو ليش أنت كمان راجع على مصر؟ يبدو أنه ما قتلك مريم، وبالحقيقة أني أنا جاي إجازة أطمن عليكم وأشوفكم. عم طلعت بوشي هي القصة، وفي دورة تدريبية ما بقدر غيب عليها، يعني غصب عني الموضوع. بسيطة تقبرني بسيطة. شرف ميمي، شرف على الصدر. زيدك شرف. ما توقف مصري، نسينا نقول لك تفضل. الله يسامحك يا صاحة، أكيد ما في بيناتنا. ميمي روحوا اعملوا لصهركم العشاء. إيه منعيني؟ لا تعي صاحة، مالي جوع. لا تقبرني، ما بيصير تطلع من عندنا بدون عشاء. صدقيني ما في نفس والله. طيب ميمي عملوا له فنجان قهوة. إيه تكمل. شو بقول ما تعملي؟ تفضل تقبرني. عمي أبو طالب قبل ما يسافر على الحج مشكل مع حدا هيك أو هيك. التجار اللي بيتعامل معه على حد علمي. أبداً أبداً.